تلاقي الصفحة. احنا قلنا بيج 50 هنا، هنا في بيج اعتقد بيج 59. 59 في الكتاب بتاعنا احنا. يلا نبدأ مع هنا بعض في 59. بسم الله. في السؤال الاول هنا بيقول لك the sum of measures of accumulative angles of the central circle out of the circle 360 degree. 360 degree. حلو. بيقول لك the measure of angle for the sector, circular sector of half 180 half circle 180 half times 360 تطلع ب 180. السؤال بعد ده مستر مهم جدا، بيقول لك the measure of the angle of the sector which represent quarter 90 اكيد 90 degree، هتقول quarter times 360 هتطلع 90. السؤال بعد ده مستر بيقول لك the measure of the central angle of circular sector 60 degree represent كام؟ طب انا كام؟ ها؟ 1 over كام؟ 1 over 6. 1 over 6. اكسلنت. حضرتك هتجيب ال 60 ديجري وهتعمل لها اوفر ال 360 كلها. يبقى انا هقول يا مستر 60 ديجري اوفر 360 هتطلع يا مستر ايكوالز 1/6. السؤال بعده بيقول لك which of the following can be probability؟ 1.2 كلها between 0 و 1. ما ينفعش تبقى اكتر من 1؟ ما ينفعش تبقى نيجاتيف او اقل من 0. طبعا ده يا مستر اول حاجه 1.2 ده اكبر من 1 ما تنفعش. 17 اوفر 16 حضرتك دي امبروبر فراكشن ما تنفعش. 5 باور 0 5 باور 0 اللي هي تطلع 5 باور بكام؟ 0 اللي هي ب 1. سؤال جميل، سؤال جميل جدا. بيقول لك هنا اف فاي از امتي سيت البروبابيليتي للفاي ايكوال الحاجه اللي مش موجوده مستحيله. فاي يعني امبوسيبل. 0 زيرو. اكسلنت. مهمة. السؤال اللي بعده بيقول لك if A is an event in the symbol space والبروبابيلتي لل 1 يبقى ده ايه؟ شور ايفنت. يبقى حضرتك ده شور ايفنت. الشور ب 1 الامبوسيبل ب 0 البوسيبل لايز بتوين الزيرو وال 1 ما بين الزيرو وال 1 تبقى 1 اوفر 2. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو نمبر 8. في نمبر 8 هنا مستر بيقول لك the probability appearing ahead tossing a coin. اول ما اسمع كلمه كوين خلاص بقى زي ما هف. when tossing a die once the probability of getting a number divisible by 5 1 over 6. excellent. هي 5 واحده بس اللي بتظهر بالداي فهتبقى 1 over 6. when tossing a die once the probability of getting a number less than 1 0. excellent. السؤال اللي بعده بيقول لك if a fair die is tossed once then the probability of getting an odd 1 1 1 هول. طب تعالى كده نكتب الداي 1 2 3 4 5 6. الاود اللي عندنا مين؟ 3 1 over 3 1 3 5 يبقى كم من 6؟ 1 over 6 اللي هي half. قلت لك البروبابيليتي للداي odd even prime half. at throwing a fire die once and observing the upper face then the probability of getting a number greater than 6 0. excellent. Zero. حضرتك دي ما تحطهاش في دماغك نهائي ولا تشوفها. if a fire die a fire die is throw in once the probability of getting prime ايه البرايم نمبر؟ 3 اوفر 6 اللي هي هاف.
have او ها. Exercise 14 بيقول لك select one card from a box containing 10 cards numbered even number. حضرتك ال 10 cards انا رقمتهم even 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. The probability of appearing a number divisible by 3. طبعا يا مستر انا هنا هبتدي بقى معلش ان انا اكتب الارقام هي 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. حضرتك بقى هات المالتيبلز بتاعت 3 ما هو ديفيزبل باي 3 3 6 6 6 اي 6 اي 3 6 9 12 15 18. يبقى هنا مستر يبقى 3 over 10 اللي هي 0.3. سؤال بعده بيقول لك there are 40 pupils in the classroom then the probability of success is 0.7 then the number of people who expected to fail اللي سقطهم. هو عايزك هنا تجيب عدد اللي سقطوا. الاول هنا مستر اجيب البروبابيليتي للفيل. البروبابيليتي اول خطوه اجيبها فهتبدا تقول 1 هول ماينس 0.7 تطلع بكام؟ 0.3. طب هو مش عايز البروبابيليتي ده هو عايز النمبر اللي هو النمبر اوف ايفنت النمبر اوف بيوبلز فيل. فانا اجيب الفراكشن بتاع الفيل اللي هو 0.3 واعمل له تايمز مين؟ السمبل سبيس اللي هو كام يا مستر؟ 12 هيطلع ب 12 اللي هو ال 40 طبعا هتطلع 12. اكسلنت. انا ما عملتش كده مستر طلعت معايا ب 28 20 ايه اللي 28 ازاي انت اخدت ال 0.7 عملت لها تايم؟ ايوه عشان كده. لا يا حبيبتي احنا عايزين البين مش عايزين السكسس. 0.3 هنا. السؤال بعده بيقول لك the percentage of the shaded circular. هو طبعا الشيدد اللي هنا هو عايز السيركلر ده. طبعا يا مستر السيركل كلها بالنسبه لنا 100%. علشان اجيب الشيدد هتعمل لدول بلس فروم وبتاع دي كده تعمل ماينس فروم 100 هتطلع كام؟ 40. انا بقول 35 بلس 25 60 فروم 100 تطلع ب 40. السؤال بعده بيقول لك ذا ميجر اوف ذا سنترال انجل. قلت لك سنترال انجل يبقى على طول حضرتك بتعمل تايمز كام؟ 360 ديجري. Which represent 1/9. يبقى أقول 1/9 times 360 degree تطلع equals 40 degree. السؤال اللي بعده يقول لك كده طبعا circular sector بنفس الطريقة حضرتك جاب لك circle بس ما جابلكش percentage جاب لك الdegree. فانا عارف ان السيركل كلها على بعض كام ديجري يا اولاد؟ كام ديجري يا بنات؟ 360 ديجري. يبقى انا عشان اجيب الميجر للانجل اللي عندك ديت اللي هي الشيدد هنبدا نعمل سم للتو انجلز اللي عندنا ال 100 وال 130 يطلع 230 نعمل له ماينس فروم 360 تطلع بكام؟ 160 130 جميل تطلع ب 130. السؤال اللي بعده بيقول لك not is an experiment which we can determine all its possible outcomes before carrying it up. حضرتك ده الديفينيشن يا مستر بتاع ال random experiment. حضرتك ده الديفينيشن بتاع ال random experiment أو الـ probability عامة. يبقى إحنا هنا ممكن نقول probability of an event. يبقى هنا حضرتك هتبدأ تقول الـ probability ده الـ definition بقى
of an event. بيجي في الامتحان كتير؟ يعني سهل، مفيش حاجة. اعرفي بس ال definition. مستر نروح للبيج اللي بعدها. يقول لك هنا is a subset of the symbol space. ايه يا مستر اللي يعتبر جزء من ال symbol space؟ طبعا هنا ال event. ال event اللي هو زي ال red balls دولت يعتبروا جزء من ال balls كلها. سبست يعني جزء. يبقى هنا حضرتك هتحفظ دي بقى، دي عباره عن احنا قلنا هنا نسيت احنا احنا هنا الايفنت. سوري. يبقى هنا الايفنت از ا سبست اوف ذا سمبل سبيس. بيقول لك سمبل سبيس فور توسينج ا كوين وانس. حضرتك هو عايزك هنا تكتب السمبل سبيس الخاص بالتوسينج الكوين. طب ايه هي النواتج الممكنه؟ head and tail. head and tail. يبقى ده head and tail. السؤال اللي بعد يقول لك هنا the probability of sure event هتطلع one. السؤال اللي بعد بيقول لك the probability of an event lies between طبعا zero and one. يقول لك هنا if the probability that a student succeed is 0.9 وعايز الفيل 0.1 وتطلع 0.1. excellent. بيقول لك if a die is tossed once then the probability of getting an even number. حفظناها تطلع بكام على طول؟ 1 over 3. 1 ها 0.1. مش سامع يا رارا، علي صوتك. 1 over 3 غلط. Have 1 half. excellent. حضرتك هنا انت عندك الـ even number 2 4 6. دول كام نمبر؟ 3 من كام؟ من 6. حضرتك 1 over 2. أسئلة مهمة جدا الأسئلة دي. السؤال اللي بعده بيقول لك when tossing a regular die once then the probability of appearing number less than 3. هي الأرقام اللي أصغر من 3؟ 2 1. ده probability هنا كام over كام؟ 2 over 6 يا حبيبتي. 2 over 1 هي حنين. احنا هنا الداي السيمبل سبيس بتاعنا 6 وانا ظهر عندي 2 numbers فظهر عندي 2 from 6 يبقى 2 over 6 اللي هي تطلع 1 over 3. السؤال اللي بعده يا مستر بيقول لك هنا a four die thrown once then the probability of appearing even bright 1 over 6. 1 over 6. شاطر يا فريد. السؤال اللي بعده a box contain 5 white 3 blue 8 red. المهم هو انا كده طبعا هجيب السم للكلام ده تبدا تقول 5 بلس 3 8 8 بلس 8 هيطلع لهم 16. ده سمبل سبيس. هو طالب هنا ايه البروبابيلتي للايه؟ then the probability of red فهتبقى كام اوفر كام؟ 8 over 16 اللي هي لازم تجيبها في السيمبلست فورم هاف اكل هاف. بيقول لك a box contain 15 balls 5 white 4 blue and the rest are red. طب الريد كام؟ 5 و 4 9. ال 9 شيلهم من ال 15 يطلعوا كام الريد؟ 6. 6 بول are red. يقول لك هنا عايز البروبابيلتي للريد هيبقى كام اوفر كام؟ 6 اوفر 15. 6 اوفر 15 اللي هي تطلع 2 اوفر 5. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا حبيب قلبي the probability if the probability that a pupil solved the problem 0.7 then the problem expected to solve it from the kids اللي هي عددهم 20 ف
فانا حضرتك هنا هتبدا تجيب السولف الكام؟ هنعمل هتبقى يعني عشان تجيب النمبر 0.7 هتبدا تقول 0.7 تايمز 20 هتطلع كام؟ 14 بروبلمز. دي عدد البروبلمز اللي يقدروا يحلوها لو كان 0.7 سولف ات. السؤال اللي بعده مستر بيقول لك the following table shows the percentage of the number of students who participated in a school activity represented the day by a pie chart. طلب منك ان انت تعمل represent by chart. طبعا حضرتك لازم تجيب الانجل. حضرتك اعتبر دي معاك هوم ورك برضه وتوريها. تبدا تجيب الانجل لكل واحده. دي سهله طبعا، هتجيب ميجر لاول تو انجل والثالثه على طول هتبقى الارتس. هتبدا تمثلها وتوريها. شباب نروح للبيج اللي بعدها. هي دي كلها هم؟ لا، هو الاكسرسايز الاخير اللي هو دول دولت كلهم رسم يا مستر. فطبعا 2 3 و 4 و 5 و 6 حضرتك دول بقى كلهم هترسمهم. يبقى البيج دي كمان معانا هتبقى هوم ورك ترسمها ونشوفها ان شاء الله. هقول لكم بس انتوا تعملوهم. احنا هنا تلات جيومتري. اقول لك انا بقى في حصه الجيومتري دول هشوفهم هنا. تعال نروح لاخر بيج عندنا هنا مستر. جايب لك هنا a box contain 5 white 9 red 4 black. طبعا هتجيب السم للكلام ده كله هيطلع 18. طالب منك البروبابيلتي للوايت هيبقى كام اوفر كام؟ 5 اوفر 18. 5 اوفر 18 شاطره يا هنا. اللي بعده طالب بلاك اور ريد. بلاك اور ريد 13 اوفر. يبقى هنا 13 اوفر. انا عامل ال 9 بلس البلاك اللي هي 4 تبقى ايكوال 13 اوفر 8. جميل شاطره. اليلو 0 اوفر 18. نوت بلاك. Not black. 11 over 18. 14 over 18. 14. سؤال اللي بعده بيقول لك a box contain balls numbered from 1 to 9. One ball selected randomly. What is the probability of even number? اوعى تقول هاد لان النمبر odd. طبعا هتبدا تجيب الايفن 2 4 6 8 عددهم كام؟ 4 من كام؟ من 9. طالب منك ان انت تجيب نمبر جريتر ذان 6 7 8 9 عددهم كام؟ 3 اوفر 9 اللي هتطلع 1 اوفر 3 1 ثيرد. جميل. نروح للاكسرسايز اللي بعده. يقول لك هنا a basket contains 15 identical balls numbered from 1 to 15. طبعا ده 15 ده odd فما تعتبرش بهاف او هاف، ما تاخدهاش هاف. بيقول لك عايز البروبابيلتي للبرايم. طبعا البرايم نمبر هنا ايه؟ 2 3 5 7 11 13 17. لا 17 كبير ما تنفعش. طب دول كام نمبر يا مستر؟ 1 2 3 4 5 6 6 اوفر 15. 6 اوفر 15. جميل يا سندس. يقول لك هنا divisible by 5. عايز البروبابيلتي لل divisible by 5. 5 10 15 يبقوا كام نمبر؟ 3 اوفر 15. 3 اوفر 15 اللي هتطلع هنا طبعا 1 5 وهنا هتطلع 2 5. مستر اخر سؤال معانا النهارده اكسرسايز نمبر 10. يقول لك هنا مستر جاب لك البولز اللي قدامك ديت اللي هي 10 20 30 40 50 60 70 80 90 يبقى من 1 ل 9 بس جنبهم زيرو. بيقول لك هنا the probability of a number divisible by 5. طب ما هم كلهم divisible by 5 مش كلهم بدايتهم زيرو؟ اه يبقى ديفيزبل باي 5. ما هو ديفيزابيلتي لل 5 بدايته 0 او 5 زي 5 و 10 15 و 20 ده بدايته 5 و 0. يبقى انت حضرتك هنا لما تيجي تجيب هتقول لي ده مستر ده يعتبر 9 فروم 9 اوفر 9 اللي هي 1 هول لان ده السيمبل سبيس كله. انا هنا طلعت السيمبل سبيس كله ده شور ايفنت
السؤال اللي بعده بيقول لك a number divisible by 3. طبعا يا مستر سؤال زي ده تقيل شويه، هو عايز الارقام اللي تقدر تعملها divided by 3. طبعا انت هتدور على السم بتاعته divisible by 3 زي مين؟ ال 30 30 و 90 و 60 و 90 و 90 طبعا ال 10 مش هتنفع وال 20 مش هتنفع وال 40 مش هتنفع وال 50 مش هتنفع وال 70 مش هتنفع وال 80 مش هتنفع. يبقى حضرتك كده 3 over 9 جميل. بيقول لك هنا an odd number. مين ال odd numbers اللي عندنا حضرتك؟ ال 1 ال 10 و 30 و 50 و 50 ال 10 و 30 و 50 و 70 زيرو يا مستر. انا سايبكم تحكم. هو انت عندك اود نمبرز يا مستر ده كلهم ايفن وبدايتهم زيرو. زيرو؟ اه ايوه دي اليونت زيرو. اه حضرتك اليونتس بتاعتنا كلها زيرو فكلهم ايفن مفيش اود. انا ما عنديش هنا اود يبقى زيرو. مفيش فاي، العدد زيرو. اوعى تقول فاي هنا في البروبابيلتي، مفيش بروبابيلتي فاي، حضرتك البروبابيلتي زيرو. شكرا.